اسمي عيسى كاساسيا، كنت لاعب كرة سلة محترف لخمسة وعشرين عاما. ارتديت البدلة الحمراء لأول مرة منذ عشر سنوات في باب الخليل بالمدينة القديمة، وقررت أن أكون سانتا لأقدم الفرح والابتسامة لكل طفل في الأراضي المقدسة. عندما كنت طفلا لم أشهد احتفالات عيد الميلاد في القدس كباقي الأطفال في البلاد الأخرى، لهذا أريد أن أفعل ذلك لأطفال الأراضي المقدسة. عندما يراني الأطفال يصدمون لأنهم لم يروا ذلك من قبل، فهم يشاهدون سانتا في الأفلام أو الصور، ولكن الآن يرونه أمامهم في المدينة القديمة في القدس. لا أفعل ذلك كوظيفة، إنه عمل تطوعي من أجل القدس والأراضي المقدسة. أنا فخور بما أفعله، والناس فخورون بي أيضا، وهذا يجعلني أقوى لأقدم المزيد. الأطفال كالملائكة، لا يدرون ما يجري من حولهم في العالم، لذلك نعطيهم الفرح والسلام والصحة والأمان، وهذا ما أريده لهم من كل قلبي وبكل سرور، الفرح والسلام والصحة.